كما عانقت اعمار الفوز. تهانينا لمحمد وسلطان بن مرخان. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، حيث انطلاق شوطنا التاسع المخصص للابكار لفئه المحليات على صايل بهذه الشعارات القادمه من كل حدب وصوب من هنا في عاصمه الميادين في ميدان الوثبه لسباقات الهجن العربيه تلاصيل. مباشره نسير الى مقدمه هذا الشوط مع السائحه خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي من يتقدم على الصداره الاولى في هذا المسار. نقلتنا الى المركز الثاني على الوصول والتقدم في هذه اللحظات من مزنه سعيد بن سلطان بن حمد بالاصلي الشامسي، ولكن هناك ايضا ينخطف من قدم هنا القادمه اشواق راشد بن سعيد بن علي المزروعي، والمركز الرابع على الوصول وتقدم من الدانه محمد بن حماد بخرايط العامري خذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادمة والمتقدمة في هذا الشوط هذه الصايلة محمد بن عبد الله بالبادي الظاهري المركز السادس، وصول وتقدم مطر خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي يأتي في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، بينما المركز السابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من شعار محمد بن أحمد بن صالح العامري هنا يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا المسار ميرال، بينما المركز الثامن وصول من هذه الأسماء سيل جارف ياتي من المراكز الخلفية في هذه اللحظات، وتقدم من عجيبة حمد بن سعيد بن محمد بن زاهرة الخيلي. المركز التاسع هناك وصول وتقدم في هذه اللحظات من هدو عبد الله بن سعيد المخيت الشامس، والمركز العاشر ختام النداء هنا في هذا الانطلاق من خلال الشعار شعار الصعب من الجانب الآخر يقدم لنا ثقة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. هكذا النتيجة في هذا الشوط وفي هذا المسار، نتيجتنا للعشر المراكز الأولى بشعارات مختلفة. هناك أيضا مع الأصايل هجن الداري والاستقرار. أعود إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام البداية هوين، الصدارة هوين. السايحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا السايحة، يقدم لنا شعار. هناك منفرد على المقدمة، ولكن أشواق اللي احتلت المركز الثاني أشواق راشد بن سعيد بن علي المزروعي يأتي في هذا المسار. المركز الثالث شعارك يا أبو خرايط محمد بن حماد بو خرايط العام يحتل المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع بلقى مطرة هنا القادمة خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي، والمركز الخامس الله يا سلام تسلل جميل وملحوظ من قدم هنا ميرال محمد بن أحمد بن صالح العامري، وهناك المجازف يأتي بشعاره. المجازف يتقدم في هذا الشوط حيث قدم لنا انطلاقة جميل، انطلاقة غزوة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يأتي بانطلاقة غزوة وتحدياتها المميزة، بينما هنا الوصول وتقدم مذيار عوض بن عبد الله بن عوض بن علي بن عبد الله البلوشي يأتي في هذا الانطلاق الجميل الصعب مع ثقة هنا. وهناك أيضا تقدم من انطلاقة الشكلة بطي بن ناصر بن حمود المالكي. النتيجة هنا للعشر المراكز الأولى والنداء الثاني هنا في هذا الشوط في هذا المسار، ناموس هذا الشوط لمن ما بين هالأسماء ما بين هالشعارات ما بين هالتحديات المثيرة والمنطلقة هنا في هذا الصباح هنا في عاصمة الميادين مع سن الإذاع سن الإمتاع للإبكار المحليات الأصايل. البداية هنا وصلنا الكيلو ونصف الكيلو المتبقي عن ناموس هذا الشوط بقيادة من؟ بقيادة السايحة، بقيادة هنا شعار بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية يتقدم على البداية الأولى، حيث قدم لنا السايحة في هذا
الانطلاق وهي متمسكة بزمام الأمور على الصدارة الأولى. 1200 يا أهل الإذاعة، 1200 يا أهل المحليات، قد أعذر من أنذر من هذه اللحظات. منصة الوهبة بانت، والمركز الثاني أشواق أشواق راشد بن سعيد بن علي المزروعي يقدم لنا انطلاقة أشواق على المركز الثالث. الله يا مطرة القادمة على المركز الثالث، خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، وهناك المجازف على المركز الرابع. المركز الخامس شعار البلوشي هنا ياتي مع انطلاقة مذيار عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، وهناك ثقة محمد بن سلطان بن مرخان ياتي هنا في هذا الانطلاق. اختلط الحابل بالنابل، الله يا هي اسماء، ولكن المجازفة المجازفة، الله 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 على هذا العرض الجميل. هذا هو المجازف، المجازف يتقدم في هذا الشوط وفي هذا المسار، حيث قدم لنا غزوة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المهيري. الله المركز الثاني القادمة هنا المنطلقة مذيار عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، ولكن إلى أهالي منازف، إلى أهالي منازف مع المجازف، مع المجازف بانطلاقة غزوة وتحدياتها في هذا الشوط. هذا هو بسعيد، هذا هو بسعيد. هناك أيضا للمرة الثانية هنا، هناك أيضا يقدم لنا انطلاقة غزوة في هذا الشوط والغزال في الشوط الماضي. تهانينا والناموس وسلام منازف سلام. المركز الثاني مذيار عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، المركز الثالث ثقة هنا محمد بن سلطان بن مرخان عليك تبي، والمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام المركز الرابع والمركز الخامس. كان هناك ايضا دخول جماعي هنا الى خط النهاية مشاهدينا متابعينا الكرام. اعود هناك ايضا مع شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هناك ايضا المجازفة سلام الى منازف سلام، حيث قدم لنا انطلاقة غزوة هنا لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية معلنة هذا الفوز والتحدي المثير بتوقيت زمني مقداره 7:38 خمس اجزاء من الثانية. مشكور هنا ايضا المجازفة. المركز الثاني كان من نصيب عوض بن علي بن عبد الله البلوشي لاهالي السلطنة بانطلاقة مذيار بتوقيت زمني مقداره 7:41 بالوفاء والتمام والكمال، بينما المركز الثالث ثقة اللي حضرت على المركز الثالث هذا هو الصعب محمد بن سلطان بن مرخان. سبع دقائق 41 ثانية، تسع اجزاء من الثانية، توقيت ثقة مع الصعب، بينما اخذ المركز الرابع هنا كان من نصيب هنا مشاهدينا متابعين الكرام مطرة خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، هي من احتلت المركز الرابع. المركز الخامس كان